distinguished ambassadors, permanent representatives. Incoming African members, Nigeria's leadership of the Council, the UN Security Council. When we got to Dakar, there were people. As you discharge your enormous mandate. This annual gathering. لقد أصبح هذا التجمع السنوي الذي قررتم بشكل جماعي العام الماضي تسميته باسم مسار وهران عبر الاختيار الصائب لهذه المدينة الجميلة لتكون مضيفته الدائمة مصدر إلهام مهم لتعزيز هدفنا الأسمى المتمثل في جعل إفريقيا ترافع بصوت واحد على المستوى العالمي لا سيما داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. في هذا السياق المثقل بالريب نجتمع اليوم مرة أخرى بهدف اتخاذ خطوات جديدة في طريقنا نحو تحقيق الرؤية الإفريقية الشاملة للآباء المؤسسين لمنظمتنا، رؤية تم تضمينها بشكل جلي في أجندة 2063 التي تهدف إلى تحقيق إفريقيا متكاملة ومزدهرة وآمنة بقيادة مواطنيها وتمثل قوة نشطة على الساحة السياسية. In the international arena.